مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن طريقة تحويل الأبل ستور من اللغة الإنجليزية والألمانية إلى اللغة العربية. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب والرجاء من كل شخص يدخل على هذا الفيديو الرجاء الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. في البداية راح ندخل من داخل الأبل ستور، نحول اللغة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، لكن شرط يكون ما بيه رصيد ولا مرتبط بأي بطاقات ماستر كارد أو فيزا كارد. خلي أدخل من داخل الأبل ستور أشرح لكم. حتى تحول الأبل ستور من لغة إنجليزية إلى عربية راح تدخل إلى الأبل ستور، وتدخل هنا بالأعلى تشاهدون إنه اللغة كلها إنجليزية مثل ما تشاهدون أو ألمانية عندي. بعدها راح تدخل هنا على حساب مالتك. بعد ما دخلت على حساب مالتك هنا راح يظهر لك كلمة السر، تخلي كلمة السر. بعد ما خليت كلمة السر تعمل تسجيل دخول، راح يظهر عندك هنا تكبس على أول خيار، أخذك هذه الصفحة هنا مكتوب هنا ألمانيا، فبس تدخل هنا راح نحولها. هنا موجود إيجبت يعني مصري، وتقدر تلقي العراقي هنا المتجر العراقي. خلي نحول إلى إيراك. الآن أخذني العراق، تفتح هذا الخيار وهنا تكبس، والآن ما يحتاج تضيف أي شيء، فقط تعمل سوغك يعني العودة والتالي، وهنا مرت الإعادة وإلغاء عفوا. وبعد ما كبسنا على إلغاء راح تشاهدون أنه المتجر تحول من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية أو الإنجليزية إلى العربية، فالآن تقدر تستعمله. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات. نهاية الفيديو، طلب إذا استفادت من الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة. قبل ما ننهي الفيديو فقط حبيت أشير أنه هذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف كيف راح توقف الإضاءة المستمرة في الآيفون 15 والآيفون 16. شاهدوا الفيديو، كل شيء راح يفيدكم حتى يحافظ على الآيفون ويحافظ على البطارية. مع السلامة، الفيديو بصندوق الوصف.